هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في محاضرات سابقة كانت منها محاضرة اليوم صباحا، فإن السبيل التي يسلكها الإسلام لصياغة الشخصية الإنسانية طبقا لمبادئه وفقا لرؤياه، كيف يستطيع أن يجذب العقيدة داخل ضمير الإنسان؟ كيف يجعل من الإنسان المسلم مسلما بمعنى هذه الكلمة، ينطلق انطلاقا تلقائيا يمارس حياته ضمن إطار قيم الإسلام ومفاهيمه؟ في محاضرة سابقة أيضا في الليل ذكرنا أن الأسرة طبقا للخطوط التي وضعها الإسلام كانت وسيلة من الوسائل، لكن هذا وذاك، لكن كل ما ذكرناه لا يأتي إلا في طول دخول الإنسان للإسلام، يعني هو مرحلة متأخرة. عندما يكون الإنسان مسلما يضع الإسلام هذه الخطوط لأجل أن يصقل شخصيته، لأجل أن يرفع بأسلوب ممارساته، يرتفع بأسلوب ممارساته، لأجل أن يمد أصابعه إلى داخله. لكن قبل هذا وذاك، النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يدعو إلى على بصيرة، على بصيرة، على معرفة، يدعو على وعي، وعي بذات الدعوة، بأفكارها، بقيمها، بحدودها في حياة الإنسان، على وعي بالغايات التي يريد أن يصل إليها، وعلى وعي بالأساليب التي يسلكها لهذه الغايات، على وعي بالمجتمع الذي يمارس الدعوة في داخله، وعلى وعي بظروف هذا المجتمع وبالشروط التي عليه أن يتفهمها ليشق طريقه في داخله. وهذا هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وآله وبين العلماء المسلمين اليوم، فهم لا يعون مجتمعهم وعي الإنسان الذي يحمل رسالة، ولا يعرفون طبيعة هذا المجتمع وظروفه والأفكار التي تتفاعل في داخله والتيارات التي تنشط في أوساطه، ولا يعرفون مشاغل الناس ولا همومهم ولا حاجاتهم ولا طموحاتهم، ولا يعرفون الشبهات التي تتلاعب في أفكار الناس. كل ذلك لا يبصرون منه شيئا، بل هم لا يبصرون العالم من حولهم ولا المدى الذي وصل إليه هذا العالم، ومن هنا تقوقعوا، ومن هنا انكمشوا على أنفسهم، ومن هنا كانت أصواتهم لا تكاد تسمع، وكانت أشخاصهم وشخصياتهم لا تكاد ترى وسط هذا الزحام من العلماء، وسط هذا الزحام من الأفكار، وسط هذا الزحام من التيارات، ما لهم وجود. النبي يقول هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على معرفة وعلى وعي. هناك بالحقيقة جملة عوامل ساعدت النبي صلى الله عليه وآله على أن يحقق مثل هذا النجاح. لا بد لأي مؤرخ، لأي دارس لتاريخ الدعوة الإسلامية، لتاريخ الإسلام، أن يتساءل عن سر هذا النجاح المذهل الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يحقق نبي من الأنبياء مثل هذا النجاح، لا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم من قبل ولا أي نبي. كيف استطاع محمد صلى الله عليه وآله وفي ظرف عقد من السنين أن يدون رسالته
أن يجعلها ضمن دولة، كيف استطاع أن يبسط نفوذه وهو يقوم منفردا، يقوم وحده، أن يبسط نفوذه على الجزيرة كلها؟ ثم بعدئذ يبدأ صلى الله عليه وآله ليطرح رسالته بقوة وبثقة على العالم بأجمعه، فيكتب لكسرى ويكتب لقيصر ويكتب للمقوقس ويكتب للنجاشي، يكتب بقوة وبثقة وبعبارات موجزة تحمل شيئا من التهديد وتحمل شيئا من الثقة بالذات وتحمل شيئا إلى كسرى عظيم الفرس. أما بعد، فالسلام على من اتبع الهدى، تسلم تسلم، وهكذا رسائل هل إيجاد هذا تسلم تسلم. المسألة من أين جاءت؟ الحقيقة يجب أن يأخذ الإنسان بنظر الاعتبار المكان والزمان والإنسان الموجود آنذاك، المكان الذي اختير مسرحا ليمارس النبي دعوته فيه بعد البدء كان مكانا ملائما 100%، ليس فقط لصيانة النبي وحمايته مؤقتا وفقا للمفاهيم القبلية السائدة آنذاك والتي كانت تشكل بطبيعتها حماية للنبي صلى الله عليه وآله من خلال مفاهيم القبيلة، ليس فقط من خلال طبيعة هذا المجتمع المتفكك، طبيعة هذا المجتمع المنقسم على نفسه الذي لا يملك سلطات مركزية تقوم على شؤونه ولا كهنوت مركزي يقوم على شؤونه الدينية، ليس من هذه الناحية فحسب، بل كان أفراد هذا المجتمع أناسا يعيشون على الفطرة، لم يسبق لهم أن تلقوا مفاهيم حضارية منظمة، لم يسبق لهم أن عاشوا حياة تشريعات منظمة، لم يسبق لهم أن تلقوا مفاهيم دينية ترتكز على أسس متينة، على وحي سماوي، على غير ذلك من الأمور. ليست هذه المسألة فحسب، بل أن النبي صلى الله عليه وآله هو بطبيعة رسالته الحاجة، يعني الزمان أيضا، يعني ليس المكان فقط والإنسان الذي عرضنا صورة موجزة لهما، وإنما الحاجة التي يمثلها تتمثل في فقدان هذا المجتمع لرسالة كل هذا الزمن. كان المجتمع يحس بضياعة، وكان المجتمع يحس بتفسخة، وكانت الحاجة إلى وجود رسالة حاجة يحسها الجميع، إذا لم يكن يحسونها بشكل شعوري وبشكل واعٍ فبشكل لا واعٍ يدرك الجميع أنهم بحاجة لمثل هذه الرسالة. ومن هنا كان الزمان ملائما إذن، وبعد ذات الرسالة نفسها، مبادئها، صواب رؤيتها، صحة تقديرها لحاجة الإنسان، سهولتها، يسرها، سماحتها، طرحها لحقائق الوجود وحقائق الحياة بشكل يستطيع الإنسان أن يستوعب ويعيه، ومرة أخرى ذات النبي صلى الله عليه وآله، تلك الشخصية العظيمة المؤثرة المهيمنة الصلبة الواعية الخبيرة، كل الأهميتها الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن المجتمع الزمان ومكان وإنسان، الرسالة نفسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أثر على الناس بأساليب مختلفة، شخصيته كانت ذات أثر كاعتبارها نموذجا. سيمكن أن تجد انفصالا بين مفكر يطرح للناس أطروحة جديدة ويطرح للناس منهجا حياتيا جديدا ويطرح للناس خارطة جديدة للمجتمع وخارطة جديدة للفكر،
يمكن أن تجد انفصالا بين هذا المفكر وبين هذا المصلح وبين رسالته. يعني محتمل أن تجد أن رسالته تدعو إلى مستوى من السلوك ومستوى من العمل ومستوى من الممارسة لم يستطع هو أن يرتفع إليها. يعني هو يعاني تخلفا عن مستوى الرسالة التي يدعو إليها. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمثل النموذج الأعلى الذي يمكن أن تصنعه هذه الرسالة. هذه مسألة هامة جدا جدا في نجاح أي رسالة وفي نجاح أي دعوة يحملها إنسان ما لفكرة ما لمنهج اجتماعي ما. أن يكون الإنسان ملتحما بفكره ملتحما برسالته يمثلها من خلال أفكاره ويمثلها بمشاعره ويمثلها بممارساته ويمثلها بمواقفه لا ينفصل عنها، بحيث يصبح هذا الإنسان من خلال تعامله مع الناس والحياة هو ينطق بمبادئه، لا يحتاج فقط أن يحكسها لهم بلسانه وإنما يحكسها بلسانه ويحكسها بمواقفه. هذه مسألة هامة جدا، أن يوجد نموذج يمثل الرسالة التي ندعو إليها الناس مسألة لا أهم منها. ومن هنا كانت العظمة وكانت فكرة العظمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله لها أبعادها في حياة الرسالة وفي حياة الدعوة. يعني هي مو فكرة عشوائية، يعني فكرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان معصوما، ومعنى العصمة، العصمة ما معناها؟ العصمة ليست مفهوما غيبيا، العصمة ليست مفهوما ننتزعه من ذات النبي باعتباره ذي علاقة بالله، ليست المسألة بهذا الشكل. العصمة تعني أن صاحب الرسالة كان متمثلا لرسالته، كان يعيشها في داخله بصدق، وكان يؤمن بها من أعماقه، وكان عندما يتعامل مع نفسه ويتعامل مع الطبيعة ويتعامل مع الله تبارك وتعالى ويتعامل مع الناس ينطلق عنها انطلاقا تلقائيا من غير كلفة. من هنا النبي عمل رسالة، ولذلك لما كان النبي يشكل نموذجا متجسدا لرسالته لأنه وصل إلى قمة الالتزام، قلنا أن قول النبي، أن فعل النبي، أن إقرار النبي دين، سنة. سنة ما معناه؟ يعني يشكل بالنسبة لنا شريعة، نحن نمد هذه العصمة والالتزام إلى 12 إماما، ربما أتينا على تبريرها بشكل موجز وربما أرجعناها إلى موضع آخر من الحديث. ما معنى العصمة؟ العصمة معناها أن إنسانا ما بلغ به عمق إيمانه برسالته وتمثله لها في هذا المجال ولا بحيث يستحيل عليه أن يفارقها أو ينفك عنها. هذا هو الذي نسميه التزام، الإسلام يسميه تقوى. يعني حتى الآن يمكن أن توجد العصمة بشكل نسبي لدى فرد وآخر، لا يمكن بحق بعض الأفراد مثلا أن يسرقوا، لا يمكن بحق بعض الأفراد مثلا أن يمارسوا الفجور، معنى ذلك هو ينطوي على العصمة بحدود الله. لكن العصمة لدى النبي لدى الأئمة عليهم السلام تبلغ مستوى النموذج، مستوى الإنسان الذي لا ينفك أبدا عن رسالته. وإذا بلغ صاحب مبدأ ما هذه الدرجة بحيث لا ينفك عن رسالته، عندئذ لماذا لا نعتبر كل ممارساته تشكل لنا وجهة نظر الرسالة، تحكس لنا وجهة نظر الرسالة؟ سلوك عندئذ يصبح هو وجهة نظر الرسالة. هذا بالحقيقة ما تقف يعني آثار عند هذه الحدود، وإنما آثار تنعكس على الناس وعلى الأتباع. الناس تتابع قائدها،
الناس عندما يصبح لها قائد من القوات، وهذا القائد يحتل موقع الريادة بالنسبة لها، ويحتل موقع الإنسان الذي يمشي أمامها ليختط لها دربا جديدا، تركز أنظارها عليه، وتركيز أنظارها عليه يجعل لسلوكه لتعامله مردودا خاصا عليها. هذا المردود يتمثل بالانفعال بشخصيته، تنفعل بشخصيته. وانت ترى الجماهير عندما تحب قائدها كيف تنفعل بشخصيته، وتعبر عن انفعالها في مظاهر مختلفة، تهتف، تحمل صورة، تحمل مسجلات معينة لتعيد خطبة. هذا على مستوى القيادات السياسية طبعا، أو المفكرين أو غير ذلك على المستوى. المهم تتابع شخصيته. النبي يعرف ذلك، ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله يجعل لشخصية القائد آثار ملموسة على الأمة. إذا صلح الحاكم صلح المحكوم، وإذا فسد الحاكم، طبعا هذا المفهوم يسمونه مفهوم الشر، وإذا فسد الحاكم هذا يستنبطون منه بالفقه مسائل شرعية. يعني إذا ورد مفهوم الشر ليطرح عبر المصداق مفهوما معينا، مفهوم المخالفة للشر يطرح مفهوما آخر. النبي قال إذا صلح الحاكم صلح المحكوم. مفهوم المخالفة مالته إذا فسد الحاكم فسد المحكوم. النبي يقول صلى الله عليه وآله بخصوص هذا الناس على دين ملوكها، ويقصد بالملك هو الحاكم، ما يقصد بالملك إن مفهوم الموجود فعلا الذي يعطي كيان خاص ومواصفات خاصة وارتباط وراثي بالحكم خاص، مو هذا المعنى. الملك يعني من يملك الأمر، الحاكم. ومن هنا يقول الإمام علي عليه السلام: ألا أن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. هذه الشخصية الملتزمة في صدق ارتباطها بمبادئها، في ثبات مواقفها، في إصرارها في مثاليتها، جعلت الناس تذوب أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وتنفعل به. أكثر من هذا، جعل الناس تتضاءل أمام هذا الصدق اللامتناهي وأمام هذه العظمة اللامتناهية. وطبيعي أي شخصية منشطرة وأي شخصية غير متماسكة من الداخل، وأي شخصية تثرثر بشعارات معينة وتحملها لتدافع عن مواقع وتدافع عن مصالح وتدافع عن ذات وتدافع عن وجود معين، فيمكن أن تتماسك أمام شخصية كهذه الشخصية العظيمة التي تنطوي بعمق على الرسالة لمصلحة الناس ولمصلحة الحياة. ومن هنا أبو جهل وأبو سفيان والوليد وعروة بن مسعود كانوا يقفون بزعم الدفاع عن مبادئ الناس وعن عقائد الناس وعن آراء الناس، لكن هذا الدفاع ولكن هذه الشعارات التي ترفع بزعم أنهم يحمون عقائد الآباء والأجداد والميراث الحضاري للأمة، ويحرصون على الآلهة ويحرصون على التقاليد، هذا كل كذب لا يتجاوز اللسان. هم لا يدافعون إلا عن مواقعهم وعن مصالحهم، هم غير منطوين على عقيدة على الإطلاق. وإذا كانوا قد انطووا على عقيدة فهي عقيدة عمى وضلال وغباء وسوء فهم، لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يدافعوا عنها. كيف يستطيع أن يصمد إنسان لا يؤمن بعقيدة وإنما يرفع شعارها حماية لموقع أمام إنسان مؤمن على هذا المستوى؟ شلون يقدر يصمد أمامه؟ شلون يقدر يدافع؟ كيف يمكن أن يصمد إنسان لا يعي عقيدته ويرددها ترديدا ببغائيا لا يبصر من خلالها شيئا؟ كيف يصمد أمام ذي رؤية واضحة وذي منظور واضح؟ أدعو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على معرفة وعلى وعي. الذي يدعو على غير وعي لا يمكن أن يصمد أمام محمد صلى الله عليه وآله.
وكانت هذه يعني هذا الإيمان يعطي لرسول الله هذه الشخصية القوية التي تذيب أمام جبروت الجبابرة. يعني الإيمان يعطي قوة رهيبة جدا. يعني المسألة مو غيبيات، لا حقيقة. كن مؤمنا بأي فكرة شئت، بأي شكل كن مؤمنا، واستوعب نظرتك تماما وأحط بها، وخلاصيتك تتمازج وشخصيتك تمازجا كاملا وبشكل لاحظ تمازج كاملا. حقيقة هي بالنسبة لك تشكل دما وعصبا ولحما ووجودا، تصبح إنسانا جبارا. بس المسألة ما واصل عند واحد من الناس على المستوى عقيدة ما من العقائد، وإلا لأصبح نبيا، وإلا لأصبح يمكن أن يوجد خارطة جديدة للعالم. هذا معنى العصمة من هنا محمد صلى الله عليه وآله. هذه الشخصية القوية الرائعة المتماسكة التي انتقاها الله تبارك وتعالى، كان يتحدى هذا الجبروت الزائر وهذه الكبرياء الفارغة وهذا الوجود المهترئ من الداخل. في يوم من الأيام أقسم زعماء قريش أن يفرغوا اليوم من محمد، فما أن يأتي ليدخل البيت الحرام حتى ينهضوا إليه بجماعتهم ثم يقطعونه إربا إربا. هكذا أقسموا فيما بينهم. وجاءت فاطمة صلوات الله عليها، فاطمة الزهراء، وكانت صبية، سمعت ذلك، ترام إليها ذلك، جاءت وهي طفلة تبكي إلى رسول الله، ويسأل النبي عن شأنها، فتقول له أنها سمعت، قلها في كنز العمال، أنها سمعت أن قريش قالت كذا وكذا. يخرج النبي صلى الله عليه وآله متحديا هكذا بقوة شخصيته، ويطوف ويدخل البيت، فيقولون ها هو ذا قد جاء محمد، ثم يصمتون، يصيبهم القرص، يجلسون في أماكنهم كالأصنام، لا يكادون يرفعون إليه نظرا، لا يكادون يتحركون. ماذا فعل بهم رسول الله؟ شخصية مهيبة قوية متحدية لا تأبه لهذه الزعامة. هذه شخصية رهيبة ينهار أمامها إنسان ما يملك قوة داخلية، يملك قوة زائفة من الخارج، عشيرة، مال، دول، سلطان، هذه قوة زائفة، قوة من الخارج ليس من الداخل. محمد صلى الله عليه وآله يستمد قوته من داخله، من إيمانه بالله تبارك وتعالى وبرسالته. هذه القوة هي التي جعلت إنسانا فردا يتيما لا مال له، جعلته يتحدى جبروت الوثنية حتى يأتي أمية بن خلف وأبو جهل والوليد وجماعة يقولوا له يا أبا القاسم بهذا الشكل المتواضع بعد كل ما مات سكبوه عليه من شتائم، بعد كل ما استعملوه من أساليب الحرب النفسية والجسدية، بعد كل الاضطهاد الذي قاوموه به وأصحابه وعشيرته، بعد الحصار في الشعب، يجون إلى متأطي الأعناق، يا أبا القاسم ما تريد بدعوتك هذه؟ والله ما جاء إنسان لقومه بشر مما جئت إليهم به، فرقت جماعته، سببت آلهته، كفرت آباءه، كنت يا أبا القاسم تريد مالا فسنجمع لك من مالنا ما تكون به أغنى الناس، وإن كنت تريد نساء سنعرض أمامك فتيات قريش تختار منها ما تريد، وإن كنت تريد يا أبا القاسم ملكا فسنتوجك ملكا علينا. ما إن غرض هذا، إن غرض كيف استطاع محمد صلى الله عليه وآله أن يملي قوة مفردا على هؤلاء الجبابرة، وأن يخليهم يطأطؤون أعناقهم ليأتوا مفاوضين، مو متحدين، مو مقاومين، مو بوسائل القوة، وإنما بهذا الحوار الهادئ وبهذه العروض السخية. لماذا؟ ماكو غير قوة الشخصية النموذجية المنطوية على الرسالة. هذا الانطواء على رسالة النبي إلى مستوى العظمى الذي نقصد به التقوى، الذي نقصد به الالتزام النموذجي الكامل بالنسبة لصاحب رسالة بقيم رسالته ومفاهيمها وأحكامها وغاياتها،
هذه المسألة جعلت أصحاب النبي أيضا يندكون به. يا أخي يعني من خلال إيمانهم بصدقه اندكوا به. عروة ابن مسعود الثقفي عظيم الطائف، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، كان واحد منهم عروة بن مسعود قريش تشير إليه، جاء للنبي يفاوض في صلح الحديبية، وبدأ يحاور النبي ويرفع صوته، والنبي هذه الأعصاب لا يكاد ينفعل، لا يبين عليه الانتعال، لا يكترث بجرأة عروة بن مسعود، ووراء النبي 1500 من أتباعه، بإشارة من النبي، إشارة واحدة ينتهي كل شيء. عروة بن مسعود يعتدي على النبي، يرفع صوته، يدنو منه حتى تمس ركبتي النبي. النبي هذا أصحاب يبدو عليهم الغضب والانتعال، يأشر لهم يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدنو من النبي فيأخذ بلحيته، والنبي أيضا بهدوء الاحتياجي، لم ينفعل، لم تتغير تحنته، لم تتغير تعابير وجهه. عروة بن مسعود ينسحب بعد إذن، يتفق هو والنبي على بنود معينة، قوم النبي يتوضأ، يشوف عروة بن مسعود أصحابه يمدون إيدهم للرداد الذي يتناثر من وضوء النبي، يمسحون بوجوههم وصدورهم. ما قال لهم النبي ذلك، لكن إيمانهم برسول الله وإيمانهم بقدسيته وإيمانهم للصلة القائمة بينه وبين الله تبارك وتعالى جعلتهم يتبركون بما يتساقط منه على هذا المستوى. عروة بن مسعود بدأ يقدر عظمة هذا الإنسان، أي ارتباط هذا مرتبط بنا، أي إيمان هذا مؤمن بنا. رجع إلى أصحابه يعني باعتباره هو سفير موفد، رجع إليهم قال والله لقد دخلت على كسرى في ملكه، ودخلت على قيصر في ملكه، زرت دول الأباطرة الكبار، والله ما رأيت رجلا في أصحابه أطوع ولا أهيب من محمد في أصحابه، والله لقد كانوا يغضون أبصارهم عندما يرفع بصره، وكانوا يرفعون أبصارهم عندما يطرق ليمتعون أنظارهم منه، ولا أرى أنهم يتركونه لشيء أبدا حتى يموتوا. وهذا بالضبط، كانوا في أحد وفي كل الحروب يشكلون درعا بشريا كي لا يصل لرسول الله صلى الله عليه وآله شيء. هذا الارتباط منين أخذ النبي؟ أخذ النبي صلى الله عليه وآله من صدقه. تصور لو أن إنسانا جاء وقال مسيلة ما هم قال أنا نبي، ليش صعب تقول هذا؟ لأنه مثلا صرح لهم غيبيات وقالهم أنا إلي صلة بالله، وقالهم أنا أوديكم للجنة والما يطيعني أوديه للنار، وبهاي الأفكار خلاهم بهالشكل يقدمون على الموت. لا، مسألة ليست كذا. مسيلة من كذاب جاء قال أنا نبي، تجاحجة وقالت أنا نبية، الأسود العنسي قال أنا نبي، لكن ما برحوا إلا فترة يسيرة حتى بان زيفهم وكذبهم وانفض الناس عنهم، ما قدروا يعني يبنون لهم وجودا داخل ضمائر الناس وعقول الناس. سهو لاحظ أن الصدق الانضواء على الرسالة مسألة هامة جدا، فكون النبي يشكل الشخصية النموذج هذه مسألة هامة جدا. كان انفعال أصحاب به إلى درجة أنهم لا يكتفون بأن يتمثلوا أوامر أو ما يطرح لهم من الأوامر، وإنما يتابعون حياته الشخصية متابعة دقيقة ليقتدوها، حتى أنهم يذهبون إلى زوجات النبي ليسألونهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أعماله وعن ممارساته داخل البيت. كان الحب يصل إلى درجة الهوس، حتى أن بعض الصحابة كان يحرص على أن يمشي في الشارع الذي يمشي فيه النبي، حتى لو كان الشارع يتجه غربا وبيت النبي يتجه شرقا مثلا، أو بيت الصحابي يتجه شرقا. طبعا هذه مسألة غير مقبولة، ولا يطلبها الدين ولا يراها، بس يعني هوى الحب أصبح في هذا المستوى. المهم، هذه الشخصية المؤثرة كان لها أفاعيلها،
وكان لها أثرها غير المنكور، يعني غير الذي لا يستطيع أحد أن ينكر في تحويل ضمائر الناس، ما إن يجتمع به إنسان حتى يخلق محمد صلى الله عليه وآله لبه وحتى يدخل ضمن إطار دعوته. ولذلك الله تبارك وتعالى يذكر خلق النبي ويبين له أن هذا الخلق كان بعض الأسرار التي جعلت الناس يلتفون حوله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا على صعيد التعامل معه. المسألة الأخرى الذي يستخدمها النبي، كيف يحول إنسانا من موقف إلى موقف؟ هذه المسألة. يأتي جاهلي من الجاهليين، يأتي أعرابي بدوي خشن الطباع غليظ الخلق متعصب لأفكاره، النبي يذوب في لحظة ويحول إلى مسلم. كيف؟ هي المسألة. شخصية النبي من ناحية، تلك الشخصية التي يقولون أن إعرابيا خشنا جاء من الصحراء ليرى محمدا، هذا الذي يدعي أنه نبي، هذا الذي هز الجزيرة هزة، هذا الذي هزم قريش، يريد يشوف شخصيته. حتى إذا دخل المسجد ورأى رسول الله ودنا منه، رفع النبي ناظره إليه، فإذا بالإعرابي يرتجف ارتجافا شديدا ويشحب لونه. شخصية مهيبة جدا على هذه الدرجة من الهيبة. والإمام علي من جملة وصف للنبي يقول: إذا رآه الرجل بداهة هابه، أو إذا رآه الرجل لأول مرة هابه. يعني شخصية مهيبة ومؤثرة وقوية. شخصية النبي والتزامه إذن ذات فاعلية هامة جدا. بعد، قدرة النبي على معرفة عقلية هذا الإنسان الذي يخاطبه، حدود إدراكه، المنافذ التي يستطيع أن يصل فيها إلى قلبه، إلى فكره، إلى وجدانه، إلى ضميره. يعني إحنا الآن لا نحسن مخاطبة الناس، نصعد ونزوع نقي معلوماتنا كما هي، لا نعرف ما إذا كانت تجدي أو لا تجدي، تفيد أو لا تفيد، تمس الواقع الراهن للناس أو لا تمس، تتناغم مع أفكارهم أو لا تتناغم. المهم أني حشوت نفسي بمعلومات أقولها. النبي ليس كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وآله يقول لكل إنسان ما يعرف أنه يتناغم هذا الإنسان، ويقوم شيئا من أفكار هذا الإنسان، ويمس وجدانه ويجديه في حياته. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وآله. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولها، بحدود مفاهيمه وقدراته ومعرفته. ولذلك محتمل النبي صلى الله عليه وآله تجوزا يطرح بعض ما يعتقده الناس من واقع الدنيا وواقع الحياة، يطرحها إلهم كما يعتقدونه، لا يغير منه شيئا. لما؟ لأن مسألة الوجود الكوني وبناءها مسألة لا تمس الرسالة من قريب. الرسالة هدفها أن تجعل الإنسان يعتقد بالله تبارك وتعالى، أن لهذا الوجود خالقة، وأن ثم وراء هذه الحياة حياة أخرى تكون امتدادا لهذه الحياة ونتيجة لها، أو أن موقع الإنسان فيها نتيجة لهذه الحياة. والرسالة هدفها أن تؤثر سلوك الإنسان بقيم، وأن ترتب له تشريعات توفر له الطمأنينة والاستقرار، وتحفظ له آدميته. فلا قوي يأكل ضعيفا، ولا غني يبتز فقيرا، ولا سلطان يستبد بالناس، ولا تقاطع ولا تنافر ولا لا أخلاقي. هذا هدف الرسالة. تعتقد يعني الشمس تدور حول الأرض أو الأرض تدور حول الشمس؟ مسألة هامة من الناحية العلمية ومن الناحية الواقعية، لكنها غير داخلة في صلب الرسالة أساسا. العلماء خلي يعوها بالشكل الحقيقي الواقعي. هذا الإعرابي البدوي ليس من مهمته أن يفهم الفلك وأن يفهم الوجود، ليس من مهمته أن يفهم أن الكون بناه الله من الذرات مثلا، هذه مثلا لا تعنيه. ليس من مهمته أن يعي شيئا من تركيب الإنسان الداخلي أو من وجوده، هذه مثلا لا تعنيه. ومن هنا النبي ما يهمه أن يتحدث للناس
بلغتها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله ينتقل اللحظة المناسبة ويطرح الفكرة المناسبة فيهز ضمير الإنسان عنده. هذا مو بس ويا الناس عندما يحولهم النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام، وإنما حتى ويا أصحابه كان يلتقي لحظات معينة يهز بها ضمائرهم هزا عنيفا. يعني النبي يريد يعظ أصحابه في مسألة من المسائل، ما يعظهم في أي وقت في أي لحظة في أي زمن، وإنما يختار مناخا مناسبا ولحظة نفسية مناسبة، بحيث إذا أطلق فيها الكلمة أوجدت انفعالا داخليا ومازجت نفوس الناس وعقولهم. هذه يا أخي مسألة ما يدركها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا آل محمد الذين انطووا على رسالته، فتاروا عندما كانت الثورة خيرا وبركة، وصمتوا عندما كان الصمت أجزى للأمة وأكثر حفظا وصيانة لطلائعها ومفكرها. أولى هم الذين يعرفون يمتى ينطلقون يمتى يجلسون. من هنا النبي يشوف مثلا قاعد مع أصحابه، هو دائما بالحقيقة يستثمر وقته، ما كشي من وقت النبي يضيع إلا في خدمة الرسالة. أصحابه يتحدثون عن حياتهم الاحتياجية، عن فلان الغني وعن فلان التقي وعن فلان الذي خسر الصفقة التجارية الفلانية وعن البضاعة الفلانية التي ارتفعت أسعارها وفاتني أن أحصل على صفقات منها، وهذا تروتها الجد وهذا مالها الجد، وفلان يعني خسر ماله وأصبح مفلسا. هذه النبي يسمع الحديث كيف يدور، وكيف أن الناس انخلعوا داخل المسجد، داخل المسجد، وهي المسألة. وعدنا بالأحاديث، من تحدث داخل بيوت الله، من تحدث داخل المسجد بشيء من أحاديث الدنيا كان كمن نبذ القرآن وراء ظهره. المسجد يجب أن تكون له حرمته. لماذا الإسلام انتقى مكانا معينا وجعله للصلاة وجعل إلى أحكامه؟ ما يجوز أن ننجس المسجد، يكره التنخم والبطاق في المسجد، ما يجوز مكوث أو مكث الجنوب في المسجد حتى يجعل حرمة نفسية وهيبة نفسية داخل الإنسان، بحيث الإنسان يحس بفارق وهو يدخل المسجد من الناحية النفسية عن الحالة التي كان يعيشها وهو في الشارع وهو في البيت. الحقيقة هذه مسألة نفسية. يعني أنت بشكل تلقائي وأنت تدخل الحرم النبوي تحس بانفعال متزايد، وتحس بجيشان العواطف الدينية لديك، وأنت تدخل بيت الله الحرام تنفعل وتنفعل. مسألة من جربها يعرفها، يعرف كيف أن عواطف تجيش وأن مدامعها تنسكب دون أن يدري. الإسلام يعي هذا، خلى أماكن معينة انطاها حرمة معينة، أصبع عليها جو ومناخ خاص، الإنسان يشعر داخلها بروحانية معينة، ما يصير يتحدث بأحاديث الدنيا. لماذا؟ يريدها أماكن لصقل الوجدان ولصقل الضمير ولتهذيب الروح، يريدها أماكن تقوم بها صلة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. يريد الإنسان يمتلخ نفسه، ينزع نفسه من الدنيا داخلها حتى تصير مكان للتأمل بالقيم السامية، بالمثل الرفيعة، بالله تبارك وتعالى. كان النبي أصحابه داخل المسجد بدأوا يتحدثون بالدنيا، فلان يملك فلان لا يملك، فلان خسر فلان ربح الصفقة. التفت لهم، استثمر هذه اللحظة، قال: ألا أخبركم بالمفلس؟ أو قال لهم: هل تعرفون المفلس؟ النبي إذن ينسجم وياهم بالحديث، هكذا ظنوا. قالوا: نعم يا رسول الله، المفلس من لا يملك درهما ولا دينار فينا، هذا نسميه مفلس. قال النبي: لا، المفلس من جاء الله يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة. هذا المفلس يجي إلى الله ما وياه إلا أنه مصلي ومزكي ورايح للحج وصايم. لاحظ كيف يمتلقهم بعنف. يعني حقيقة
الحقيقة أن النبي حول الحديث من حديث الدنيا إلى حديث الآخرة، لكن حول مع هزة عنيفة شديدة ومع إثارة للتساؤل، هزتهم هزة عنيفة. كيف يكون مفلس من جاء لله بصلاة وصيام وحج وزكاة؟ مسألة مرعبة. وأكمل النبي حديثه وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واحتدى على هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا نفدت أخذ من سيئات أولئك فوضع عليه، فهذا الذي خسر الدنيا والآخرة. لحظة من الحديث انغمار ضمن حديث معين نزحهم منا صلى الله عليه وآله، ثم حول الحديث إلى حديث ديني، ثم حول الحديث من حديث ديني يخص الصلاة والصيام إلى مسألة الالتزام الخلقي. أن الإسلام ليس ضغوط وشعائر، وإنما الإسلام التزام خلقي. يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الخلق. ما الدين؟ المعاملة. ما الدين؟ النصيحة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل رأيت؟ أتريد أن ترى؟ سأريك إياه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه دفعا عنيفا ولا يحض، لا يدفع الناس ولا يحضهم ولا يحض على طعام المسكين، هذا هو الذي يكذب بالدين. ليس الذي يكذب بالدين هو الذي لا يمارس الصلاة فقط أو لا يمارس الصوم أو لا يؤمن بالله، وإنما الذي يكذب بالدين ذلك الذي لا يعبأ بالأيتام وبمصيرها ولا يعبأ بالمساكين وبمصيرهم. هذا تحويل للاتباع. هذه هي اللحظات التي يصطاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يصطاد لحظات أخرى يوجه بها الناس إلى بعض الأعمال وأهميتها ويماشي العقلية العامة. الناس تريد عوض عاجل. الناس لما تريد تعمل خير تريد الله يعوضها بالدنيا، والدنيا في نظر الله ليست إلا فصلا اختبارية. حسنا، النبي يماشي هذه العقلية فيقول أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يرتب أثرا وضعيا على أعمال الإنسان. شوفهم يتحدثون، فلان عمل هيك الخير وأنطأ الزكاة وأخرج خمس ماله، بعدين برات السنة شاف ماله متنامي ومتضاعف أكثر من ذي قدر، وفلان سوى عشك العمل والله عوض بالدنيا، فإذا به الآن يحتل موقعا مهما جدا. ما إلى أساس من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية، مسائل مربوطة بأسبابها الطبيعية وعللها. الله سبحانه وتعالى يشكر لعامل الخير عمله، ولكن نتائج ذلك يجب أن لا يلتمسها الإنسان هنا، يلتمسها الإنسان في الآخرة. عمل الدنيا مردودة في الآخرة ومردودة في الدنيا. أما من يعوض عن عمل في الدنيا فذلك الذي ليس له في الآخرة من نصيب. وأكو آية في القرآن الكريم تشير إلى ذلك، مضمونها أنه من أراد الدنيا الله سبحانه وتعالى يؤتيه منها وليس له في الآخرة من نصيب، والذي يريد الآخرة الله يضاعف له عمله هناك. مضمون آية كريمة على درجة هائلة من البلاغة تحكي هذا المعنى. ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يوفق، لا يهدي، لا يجعل الإنسان أكثر إبصارا لسبيل مصالحه. هذه مسألة تحصل، يوفق الله، لذلك نحن ندعو الله بالتوفيق بحسن العاقبة بغير ذلك من الأمور. لاحظ، لكن المؤمن يجب أن يتجه بنظره إلى الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم في الدنيا جزاء ولا شكورا، لا نريد شيئا من هذا. النبي صلى الله عليه وآله وزع شات، ذبح شات ووزعها على الناس وخلى عضد واحد منها، عضد من شات كاملة. قالت عائشة زوجة النبي يا رسول الله ذهبت الشات كلها إلا العضد، ما خليت شيء. قال النبي بل بقيت الشات كلها إلا العضد. لاحظ شكل مفهوم يعني مختلف بين فهم المسلم العادي الذي تمثل عائشة وبين فهم النبي المسلم النموذجي. النبي يعتبر ما قدمه إلى الله تبارك وتعالى، ما أعطاه للناس، هو الذي ادخر له وأدخل في رصيده وأصبح ضمن العمل الصالح الذي ينتظره، وما يأكله
هو الذي فني وذهب، والنظرة العادية ترى أن ما أعطيته هو الذي ذهب، وأن ما بقي لديه هو الذي بقي. وهي هاي نظرتنا التي لا تزال شكيت مسافة بينك وبين محمد صلى الله عليه وآله. أيها الناس، الإمام علي بن أبي طالب، أيها الناس، إن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أسراركم عند من يعلم أسراركم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرأة إذا هلك قالت الناس ما ترك، ما هي تركة، ما هي عقاراتها، قالت الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدر، فلله آباؤكم، قدموا بعضا يكون لكم، ولا تخلفوا كلا فيكون وبالا عليكم. هذا هو مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك هو يجاري أصحابه مفهومهم، يريدون جزاء عادل، يشوفهم يتحدثون فلان عمل هالشكل والله جاء دار الدنيا. قال النبي إن ثلاثة نفر خرجوا ذات يوم في سفر له، حتى إذا شطهم التعب دخلوا غارة سجعوا فيه ظهيرة تظلوا بظله، فنزل الصخرة سقطت من الجبل على فوعة الغار فأغلقتها، فجهدوا أن يدفعوها فلم يستطيعوا. النبي دا يحدثهم، لاحظ كيف يماشي العقليات ويماشي الأمثلة، لاحظ كيف يحكي المسألة من خلال قصة، قد تكون القصة قصة تمثيلية، يعني تريد تحكي الفكرة. فقارادوا أن يزحزحوا الصخرة فلم يستطيعوا، فقال أنه كانت لي ابنة عم وكنت أراودها على نفسها، فأبت علي زمنا طويلا فرضخت لها فوافقت، حتى إذا دنوت منها وهممت بالحرام اضطربت وقالت لي اتق الله، فتركتها لك يا رب، فإن كنت تعلم أنني إنما تركتها لك ومن أجلك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة اضطربت وقالت لي اتق الله، فتركتها لك يا رب، فإن كنت تعلم أنني إنما تركتها لك ومن أجلك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة بمقدار الثلث. هكذا يقول الحديث، والنبي يحكي لهم القصة، يريد يخليهم يتأثرون. ورفع الآخر يديه قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير عامل، عمل لي طوال النهار، فلما أعطيته أجره ناكفني وادعى أنني اتفقت معه على أكثر من ذلك، ثم تركني ومضى ولم يعد، فاشتريت له شاة بثمن ذلك الأجر فولدت الشاة، ومضى عليها زمن طويل حتى أصبح قطيعا، أصبحت ذريتها قطيعة، ثم عاد وقد مسته الحاجة وأضر به الفقر يطلب ما له من أجر لديه، فقلت خذ هذا القطيع فهو لك. اللهم إنك إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك لك ففرج عنا. فازاحت الصخرة إلى الثلثين. النبي يقول لهم، ثم رفع الآخر يده وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أب وكان ضعيفا لا يكاد يطيق حراكا، وكنت أحمله على كتفي ليقضي حاجته الطبيعية وأعيده، وكنت أعنى به كما تعنى الأم بطفلها، فطلب جئته بغذائه ذات يوم وكان بالحليب في ذات ليلة، فوجدته نائما فوقفت عند رأسه أروح عليه إلى الصباح والحليب بيدي حتى استيقظ فغدوته. اللهم إنك إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك لك ففرج عنا. فانزاحت عنا. لاحظ كيف هاي القصة إلها وقعها وآثارها على إنسان يحدثه النبي صلى الله عليه وآله، ويجسد له آثار عمل الخير من خلال جزاء عاجل، من خلال جزاء أخرى.
هذا بالحقيقة مواكبة للعقلية. يعني ممكن النبي يطرح المسألة كنظرية كأحكام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا حكم شرعي، الله قرن الوالدين وطاعتهم والإحسان إليهم بعبادته، جعلها الشيء الذي يأتي بعد عبادته. لاحظ، إذا هذا كافي بالحقيقة بالنسبة للمسلم، أما أن يوخر صخرة عنه مو شرط، ما لها علاقة بالموضوع. كافي أن يقول الإسلام أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وظلم الناس، ظلم أجر الأجير، ظلم أجر العامل، مهم جدا عند الله تبارك وتعالى. النبي يقول أعطي للعامل أجره قبل أن يجف عرقه، من ظلم أجيرا أجرته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كافي هذا، كافي حديث النبي في ذلك، ما أكو داعي لهذه القصة. لاحظ، ممكن أن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الزنا في الآية الكريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ممكن من خلال الحد الذي وضعه، لكن النبي يعرف كيف يغلغل الفكرة داخل الإنسان، داخل ضميره، داخل وجدانه. القصة مؤثرة جدا، الفكرة مرة تعطى على صعيد يعني مستوى شرح فلسفي وفكري، ومرة الفكرة تعطى من خلال قصة، وانت تعرف أن القصة تحمل رسالة هائلة، ولذلك القرآن استخدمها القرآن استخدام رائع. يحدث لنا قصة موسى وصراعه مع فرعون، إبراهيم، نوح، عيسى وبنو إسرائيل، هود وصالح، ويركز القرآن على مواضع معينة يسلط عليها الضوء، لحظات الضعف الإنساني يسلط عليها الضوء، ويبين لحظات الإفاقة ولحظات الاستعلاء ولحظات التمرد. وهمت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. قصة يوسف وما دار بينها وبين هذه المرأة من حب ومن شغف وغير ذلك، ثم يبين لك كيف يستعلي الإنسان على الفحشاء بهذا الشكل. فيستخدم القصة لأي غرض، لأجل أن ينفعل الناس بها، لأجل أن يتأثر الناس بها. فالإسلام إذن يستخدم القصة ويستخدم الموعظة ويفيد من شخصية النموذج هامة جدا. لو لم يوجد محمد صلى الله عليه وآله من النموذج لما أو يكون محمد كنموذج لما استطاع أن يحقق رسالته. هناك بالحقيقة ما تزال بقية طويلة للحديث، هناك مسألة أخرى. الإسلام يحاول أن يلتمس متربا أو يفتح متاربا لتصريف الطاقات الحيوية أو تسريب الطاقات النفسية لانفعالات الموجودة داخل الإنسان، لكي لا يشغل بها الإنسان، لكي لا تصرفها عن التفكير بالهموم العليا، لكي لا تفصل عن المبادئ. أن يكون الإنسان مشغولا بغريزته الجنسية ما يتاح إلى أبدا أن يفكر بالقيم وبالمثل وينصرف إلى العمل وإلى الإنتاج وإلى النشاط بسبيل دينه ومجتمعه والناس. ومن هنا تحدثنا عن الزواج ورأي الإسلامي. أن يكون الإنسان مشغولا بالفقر خلق معناه، إن الإمام الصادق يقول النفس إذا أحرزت قوتها استقرت. يجب أن يوفر للاستقرار حتى يقدر يتناغم ويا المثل، يندمج وياه، ينشط في سبيله، يعمل بإخلاص. الإسلام يفكر بهذا. الإنسان كبشر ينفعل، يغضب ويحب ويكره ويحقد، هذه مسألة الإنسان يدركها. من هنا فتح متارب لتصريف هذه الطاقات التي ينطوي عليها الإنسان، الانفعالات، الغرائز، فتح لها متاربها المعينة. تصور مثلا يعني انفعال الحب والبغض موجود لدى الإنسان، وهو انفعال الحقيقة مدمر. لا يريد الإسلام أن يعيش في أذهاننا وأن يشغلنا. وجه حبنا لله تبارك وتعالى، وجه حبنا لله ولرسوله، وجه حبنا لآل الله، لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله،
قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة. وإنت يوجه حبنا، وجه بغضنا للشيطان، لأعداء الله، لأعداء رسوله. والإسلام على درجة رائعة من الحكمة عندما يشرع الحج. لما تفكر يعني الحج من أهدافه ماذا؟ أن يكون تجمعا هائلا مذهلا تتجمع فيه كل القوميات، وتتجمع فيه كل الأجناس، وترتفع الأصوات بكل اللغات، لبيك اللهم لبيك. هذه مسألة هامة جدا لها آثارها، وهي توجد وشائج بين القوميات المختلفة والأجناس المختلفة، وتري الإنسان أن البشرية وحدة واحدة، وأن الإنسان أينما كان واحد، وأنه عندما تربطه عقيدة ويربطه هدف ويحيطه مسار معين تمحي الفواصل. اللغة ليست فاصلا واللون ليس فاصلا. هذه مسألة يجسدها الإنسان من خلال هذا الموقف. أن يظهر الإنسان داخل انفعالاته، بحيث أحيانا الحوار الفكري والجدل الفلسفي ما يجيب، وتدخل الإنسان ضمن هذه البوتقة فإذا به يدوم. وهذا ما حصل لبعض الرافضين جدا، يعني ملحد من الملاحدة كان يجادل في وجود الله، ذهب للحج في عمل خاص، يعني افترض ليكن برفقة بعثة طبية، أو ليكن برفقة أي بعثة إعلامية، مسايرة للناس دخل، وإذا بلبيك اللهم لبيك تنطلق من مليون ونصف حنجرة، مليون ونصف المليون حنجرة تذيبه، تحيل رماد، تحرق من الداخل. إذا به يبصر الله تعالى من خلال هذا النداء الذي يندمج به إنسان في الأرض بخالقه وببارئه وبمولاه. الحوار الفكري ما عنده وياه، لحظات الانتعال قلبته رأسا على عقب، فتحت له قوة أبصر فيها ما وراء. هذه مسألة حصلت، حصلت وتحصل. جرب أن تذهب إلى الحج وترى عندئذ كيف يفعل بك الحج الأفاعي. هذا جانب في نظري إلى جانب آخر. الحقيقة الناس يعني ما يعرفون يتعاملون ويا المجرد. حقيقة أكو ناس يعني حتى الآن أطباء، فلاسفة، مهندسون، مثقفون يصلون إلى الإيمان بقوى ما ورائية، لكنهم يتناسونها وهم يتعاملون مع المادة، مع الحياة. حقيقة كيف يمكن أن تنشأ علاقة بينك بترض ما لازم الله، بينك وبين شيء لا تبصر، بينك وبين نوع من الموجات أو الإشعاع؟ ما تقدر تنشأ علاقة عبر التلفزيون صحيح، عبر الراديو صحيح، لا، هكذا بينك وبين الله هذا اللا محدود، هذا الذي هو في كل مكان وفي كل زمان، هذا الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. كيف تقيم علاقة؟ أنت تخاطب شيئا لا يحس، لا يرى، لا يبصر، تريد تعبر عن حبك وإيمانك به، فماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ وضع رمزا معينا لتعبر عن حبك لله من خلاله. وضع الكعبة ووضع الحجر الأسود. أنت تعلم أن الكعبة لا تختلف عناصرها عن عناصر الأرض، يعني الآجر الذي بنيت فيه الكعبة أخذ من الأرض ومن التراب، وهي حجر كثيرة من الحجر. وإذا ردنا أن نجردها عن كونها بيتا لله، هي لا تعدو أن تكون نصبا وثنيا. لكن الله تبارك وتعالى وهو يعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع المجرد ويريد يعبر عن حبه لله، الله سبحانه وتعالى وضع له رمزا معين، قال له عبر عن حبك لي من خلال هذا البيت، من خلال بيتي. هذه مسألة قديمة، ولذلك تشوف الناس يدورون حول الكعبة بحب وولع وإيمان. الله يريه يعرف أنه الإنسان لابد يعبر عن بغضه للشيطان، هذا الشيطان الذي يبصرنا. الله يقول يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، هو يشوف نحن نشوفه. حسناً إلى حديث آخر، الشيطان، هذا الشيطان نحن الله سبحانه وتعالى يريدنا نصب عليه البغضاء، يريدنا نحمل حقدنا وأذانا وكرهنا كلنا نخليه على رأس الشيطان. أولاً هذا من الناحية النفسية مفيد، إن نعبر عن انفعالات الحب والبغض، يعني عملية كبت ما موجودة، انفعالاتنا كلها نسربها حتى لا تكون سموماً داخلية تفتك في أنفسنا. هذه من الناحية الفردية.
من الناحية الأخرى بدل ما تتوجه إلى مجتمع، بدل ما تتوجه إلى إنسان، تتوجه إلى الشيطان. وجه الله تبارك وتعالى للشيطان، أين هو الشيطان يوصب عليه بغضائي؟ ما موجود الشيطان، لا تراه، يعني لا تراه، يراك ولا تراه. وضع الله تبارك وتعالى لنا رمزا. فإذا أنت تذهب في جمرة العقبة لترجم الشيطان هنا وتشوف الإنسان هناك كيف يفعل وينفعل ويعبر عن حقده، لا بحدود ما أمر الشرع ضمن الحجيرات الصغيرة بعددها المحدود، وإنما أحيانا يضربه بعنف وبصخر كبير وبالحذاء أحيانا. فأنت تبصر هنالك الأحذية لا تعد ولا تحصى. شوف الإنسان يكون ينفعل ويحقد وينفعل ويحقد، قد هذا يكنز من الحقد هذا الإنسان، قد يكنز من البغضاء، قد يحتفظ في داخله بطاقات مدمرة الله دا ينفذ عنها من خلال الشيطان. فإذا تصريف هذه الانفعالات وتصريف هذه الطاقات طريقة من الطرق. الإنسان يمارس الجن يستقر، يأكل ويشرب ويشبع يستقر، يعبر عن حب لله يستقر، عن بغض للشيطان يستقر، يصبح إنسانا سويا من الناحية النفسية. تحدثنا الآن عن الدين، تحدثنا عن الفكر الاجتماعي، تحدثنا عن المناهج التي يمكن أن تجد الإنسان أو في هذا المجال. ولا عند استعداد يفهم، عند استعداد يفهم، عند استعداد يستوعب. هذه هي المسألة، تعبر عن بغضك للشيطان، عن حبك لله تبارك وتعالى. حبك لله أيضا ما جعل بس الكعبة والشيطان، جعل أكو نماذج بشرية. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحبه من خلالهم، وأنت تحب رسول الله معناه أنك تحب الله تبارك وتعالى، لأنك لماذا تحب الرسول؟ تحب الرسول لله، لهذه العلاقة الموجودة بينه وبين الله. لماذا تحب آل الرسول؟ تحبهم لله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تعرف هذه الآية كيف نزلت؟ كل المفسرين يمكن أن ترجع إليهم، كل الذين كتبوا عن أسباب النزول الواحد وغيره، كل الصحاح، كل كتب الأحاديث، المسلمين قالوا النبي هواية شعب عليها، هواية أجهد ناس بدل حياة، تحمل الأذى، خاض الحروب، تحمل الألم. ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، هو النبي يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذي. كسرت رباعيته في حرب من الحروب، دخلت حلقة المخبر في صدغه، امتلأ جسد جراحة، أوذي في أهل بيته. شو نسوي لنا النبي؟ كيف ايش انجازي؟ قالوا احسن شيء هي مقاييسنا، معيارنا غير، غير نمشي وحدود فهمنا، هذا معيارنا. بناءنا احنا الفلوس تشكل جزاء، هواية مهم عند النبي، مثل ما هي مهمة عندنا، مثل ما هي تشكل إلها آخر لدينا، مثل ما هي صايرة نصب وصايرة أزلام أمامنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بناء على شكل هي لا قيمة عند الرسول. قالوا نجمع لها فلوس، جمع وفلوس، وطبعا تهرب الجمعية للرسول يعني. أعان الله من أعانه، جمعوا مالا كثيرا، حملوه إلى الرسول صفوه أمامه. ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا بعض ما يمكن أن نجزي به عمله. صمت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سيء جدا لرسالة النبي ولهدفه، لكن ما من فهم. النبي يريد الناس ينطون بأي وسيلة، ينطون مو إلى، ينطون ليوزعها على الناس. النبي صلى الله عليه وآله بد يوم كذب مالا كثيرا من غزوة من الغزوات، المسلمين اجتمعوا عليه وأخذوا يدفعون النبي في حشودهم المتدفقة، خاف واحد ما يلحق السرة، خاف واحد ما يوصل نصيب، يحاول كل واحد منهم أن يصل إلى النبي قبل الآخر. حتى ألجأ النبي إلى شجرة غرست أشواكها في أثواب النبي وفي ردائه فرفعت، والنبي أشر لهم بيده، قال لهم لماذا تدفعوا بي؟ أعيدوا إلي ردائي؟ أتظنون أني لا أوصل إليكم حقوقكم؟ أتظنون أني لا أعدل بينكم، لا أوزع عليكم المال؟ والله لو كانت لي جبال سهامة لوزعتها عليكم، وما كنت بخيلا ولا جبانا.
النبي وزع مال زوجته خديجة لأنها وهبته له، حتى بات على حصير كان يقوم فيرى أثره في جسده. النبي يجي المال من الشرق ومن الشرق ومن الغرب، وبنت فاطمة تبيت طاوية جائعة هي وزوجها لثلاثة أيام، نعم، وتأتي ذات يوم لتطلب إليه ما يعينها، يقول لها سأعطيك خيرا من ذلك. ماذا يعطيها؟ قال النبي بعد كل صلاة تكبرين الله دبر كل صلاة 34 وتحمدينه 33 وتسبحينه 33، هذا تسبيح الاستحضار. رجعي روح البيت، ما لآل محمد والدنيا، لا يا فاطمة لا أعطيك وأدع فقراء المسلمين. هذه العظمة الرهيبة. المهم النبي صلى الله عليه وآله نظر للمال، زين لا بأس أوزع الفقراء، وإذا بالوحي يخشى النبي، إذا غشي الوحي النبي يفقد وعيه، يتصبب عرقا، تتلبس به روح الملك، تقيم يا صلة، إذا أقامت الماوراء، إذا قامت الطاقات الملائكية بالنبي صلة يفقد إحساسه بمن حوله في الدنيا، أحيانا هكذا وأحيانا لا، تلبس الوحي ليوحي إلى ليفقد في روعة. يضطجع النبي صلى الله عليه وآله أو يتكى على أحد المسلمين حوله للحظات يسري الوحي عنه، يفيق النبي ويتلو عليهم الآية، غشاه الوحي وإذا بالآية قل لا أسألكم عليه أجرا، على تعبي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رأيت أعظم نص قرآن من هنا أنا بصلى اللهم صل على محمد، لكن ماذا على الصعيد الواقعي؟ ماذا صحيح المسلمين بيصلون على محمد وآل محمد، لكن آل محمد فاطمة علي الحسين الحسن آل رسول الله كلهم، ما هو مصيرهم بعد إذن على يد الأمة؟ ماذا فعلت بهم الدولة الأموية؟ ماذا فعلت بكتاب الله؟ ماذا فعلت بها البيت؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. أما الكتاب فمزقته أميته، تفتح به الوليد ذات يوم يستخير بالقرآن شيء أي فوال ومشعوذ، فتح القرآن ظهرت آية مناسبة جدا، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، انفعل وغضب، غضب من القرآن، وضع هدفا من سهامه وأخذ يرميه، يمزقه فتطاير أوراقه هنا وهناك، وهو يقول تهددني بجبار عنيدي، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. وأهل البيت الحسين وأبناء الحسين تعرف ماذا حدث بهم؟ قتلوا واحدا بعد الآخر، حتى الطفل الرضيع لم يسلم من القتل، حتى الطفل الرضيع عمره 6 أشهر. الحسين عادي يوجه عياله، سأل زينب عليها السلام عن طفل الرضيع، وين طفل يريد أشوفه، أريد أودعه، أي آخر مرة أرجع بها يا زينب إليكن. راح الأمطار، راح أهل البيت، ما بقي إلا أنا، وشد الحسين في حملات عديدة، وكان جسده تشتبك فيه السهام من كل ناحية، وكانت الجراحات بادية على وجهه، والإجهاد والعطش والإنهاك باد عليه، وها هو يودع عياله زينب وأم كلثوم رباب صفية، المهم إلى الوداع. ثم يسأل عن الطفل، سكينة تصمت تتلكع، لماذا؟ الطفل كان منظر لا يسر، الطفل أخذه الظما كل ما أخذ، حتى جف لسانه وغارت عيناه، جابت للحسين متلكئة وقالت يا أخي طفلك عطشان إلى مدة طويلة ما شارب الماء، جف ثدي أمه، أمه عطشانة جائعة أيضا، جف ثدي أمه من اللبن وهو عطشان، فخذه إلى الكوم واطلب له شربة من الماء لعله يرحمون صغر سنه. أخذه الحسين بقماطه، طفل عمره 6 أشهر، رفعه أمام أنظارهم، قال قوم قتلتم أنصاري، صبرت قتلتم أهل بيتي، صبرت لم تتركوا لي إلا هذا الطفل الرضيع،
فاغسلوه واسقوه جرعة من الماء، أفظنون أني أشرب من الماء الذي تأتون به؟ أذهب به إلى العيال، خذوه واسقوه ثم أعيدوه إلي. الحسين يكلمهم وإذا بسهم حاقد يأتي فيذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. يتلقى الحسين بدمه يرمي به نحو السماء، والطفل يرفرف كالطير الذبيح بين يدي أبيه. والحسين يقول له: صبرا بني، صبرا بني، صبرا بني. ثم يعود به يضمه بردائه إلى المخيم. تتلقاه سكينة دماء وعدت لي ببقية منه، فلقد تفتت كبدي من الظما. يقول: بني خذي أخاك مذبوحا، تهرع إلى أمها الرباب، تأتي الرباب تأخذه، تذهل. أنوح عليك يا بني من ينوح، وياي والوياي بلواي مثل بلوى. أنوح عليك مدر نوح، وياي بلواي مثل بلواي بلواي. ما هن المصايب ما جرى ماين، ما هن ما سمعنا بالمصايب. أمك يا عبد الله نطفت عيني، يا ضيال على دربي جديني. سهم الصابك الماديك ما ديني، بنحرك ما نبت يا ابني نبت بحشاني.